مين السابق مواطن مصري ونشط سياسي؟ احنا النهارده نازلين مجموعه من الشباب والنشطاء، نزلوا النهارده علشان يوصلوا رساله بنقول فيها ان الدستور لابد انه يعني يعبر عن كل طرف المجتمع. الدستور لابد انه تكون فيه موجوده نصوص صريحه تتكلم عن ضد التمييز. الدستور لابد ان يكون خالي تماما من اي مواد تقوم على اساس التمييز على اساس دين او عرق او جنس او لون. الدستور لابد ان تمثل فيه جميع طوائف المجتمع وجميع طوائف الشعب. لجنه تاسيس وضع الدستور لابد ان يكون ضمان فيها تمثيل للاقباط، ضمان فيها تمثيل للمراه، ضمان فيها تمثيل للنوبه، ضمان تمثيل كل الاقليات الموجوده في مصر، لان الدستور ده عقد اجتماعي ما بين الشعب والسلطه. فلابد ان الدستور ده يكون معبر عن كل اطراف الشعب، كل اطياف الشعب. الدستور اللجنه التاسيسيه لابد ان يكون فيها ناس بيتكلم يعني هم اصحاب القضيه، لابد ان يكون في لجنه التاسيسيه وضع الدستور لابد ان يكون ممثل فيها حركات الشبابيه، لازم تكون ممثله، لازم يكون في ضمان لتمثيل اصحاب القضيه، الناس اللي نزلت في الشارع وضحت بنفسها في سبيل القضيه لابد انها تكون ممثله داخل لجنه تاسيسيه الدستور. لابد ان ما يكونش لجنه تاسيسيه بتتكلم عن فكر واحد او فيها اتجاه معين.